السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن مشكلة العالقين. انا عن نفسي ما بحبش اسميهم العالقين، الاسم مش كويس او الكلمة مش كويسة. مشكلة عودة المصريين اللي في الخارج لبلدهم مصر. طبعا في ناس كتير اتكلمت، سواء الناس من الشعب، الناس اللي قاعدة برا، او سواء من الاعلام، وناس تانية تظاهرت، وناس تانية دعت للتظاهر، وناس اتسحلت، وناس اتبهتلت، وناس باتت في الشارع. احنا بس مش هنتكلم عن المشكلة، احنا هنقدم حلول من وجهة نظرنا. اهلا بيكم. بداية، الناس اللي صورت حاجات مش لطيفة، صورت مناظر مش لطيفة، صورت ظروفها اللي هي قاعدة فيها، ما كنتش اتمنى ان هي تنزل الكلام ده للعامة، يعني تشتغل باسلوب الضغط. كونك تصور وضع مش كويس ده حقك، لكن كونك انك تنشره على المستوى العام ده مش كويس. كتير من الناس اللي بتخطأ، وانا اكيد واحد من الناس اللي بيخطأ، بنصور حاجات ممكن تكون بتسوء لسمعة بلدنا، والحاجات دي بننشرها على العام، على مستوى الرأي العام. طيب، ما الرأي العام ده مش بس مصريين اللي بيبصوا عليه، لا، ده في ناس كتير من دول تانية بتبص عليه، وبالتالي انت نفسك بتقول احنا ليه رخاص برا؟ ما عشان انت اللي صورت وضع وحش، وبتضغط على الحكومة بشكل برضو سيء، فبتخلي الناس اللي برا تقول ان انت مالكش سعر، وبالتالي هم بيعاملوك بعد كده بمعاملة مش كويسة. طيب يا عم محمد، في البداية كده انت جاي تطبل؟ الاجابة لا، انا مش جاي اطبل، ولا ان انا جاي اهاجم، انا جاي اتكلم بواقعية وبعرض الطرفين، الاخطاء اللي هنا والاخطاء اللي هنا، وفي الاخر هقدم حلول. لا الاشخاص اللي صوروا ونزلوا صح، ولا الاعلام اللي طلع زعق زي الاستاذ عمرو اديب وغيره وغيره، ده صح. لا ناس اختلقت اوضاع مش حقيقية وصورتها صح، ولا اللي رد عليهم باسلوب وقال له دي بلدنا وما ترجعش وكلام ده كله صح. انا بغلط الاثنين، بغلط اللي صور ونشر العام عشان تبقى ورقة ضغط على المسؤولين، وعلى الاساتذة اللي طلعوا قالوا احنا دي بلدنا والمش عاجبه الوضع ما يجيش وكلام الفاضي ده كله. ده غلطان وده غلطان، وكلاهما المفترض ان هو يتحاسب على اللي عمله. اول حاجة الاعلام بيستخدمها ان دول اعداء الوطن، ودول ناس عايزة بتشوه سمعة بلدنا، ودول عملاء، ودول خونة. وطبعا السياسة بتاعت الاعلام خاطئة تماما. مش اي حد يتكلم يقول كلمة حق او ان هو يحب يوصل حاجة يبقى خاين وعميل. الراجل اللي صور ونزل مخطئ، اوكي، بس هو ما بيسقطش من مصر كلها، هو الراجل بيتكلم وبيوجه كلامه للمتخصص في هذا الشأن، وهي وزيرة شؤون الهجرة والعاملين في الخارج، عشان خاطر يستعجل اجراءات رجوعهم للبلد، ويحاول يوصل لهم رسالة يا جماعة انا معيش فلوس، يا جماعة انا عندي مشكلة، يا جماعة الحقونا. بيستغيث بالمسؤول. في اي مشكلة محتاجين نحكم صوت العقل ونفكر ازاي نحل المشكلة. هتتكلم بطريقة ايجابية؟ ايوه، انا هقدم حلول ايجابية. ممكن الحل ما يجيش على بال مسؤول، لكن ممكن الحل يكون مواطن عادي جدا يقدمه، وكلنا في الاخر بنحاول نساعد بعض عشان خاطر نخرج من الازمة العالمية اللي احنا فيها دلوقتي. هل اللي انا بقوله هو الوحيد اللي صح؟ اجابة قطعيا لا. هل المسؤولين ما بيغلطوش؟ الاجابة قطعيا لا، بيغلطوا. هل الناس اللي صورت وقالت ان هي عندها حلول، هل كلها هي دي اللي لازم تتنفذ يا متى ما فيش حد فاهم غيرهم؟ الاجابة برضو لا. الموضوع كله تشاور، الموضوع كله ان الناس بتقدم مقترحات، المسؤولين بتاخد المقترحات اللي بيقدمها الناس. المقترحات دي ممكن تكون صواب وممكن تكون خطأ، ممكن تكون صواب وغير قابلة للتنفيذ. اي شخص برا عايش سواء للعمل او كان في زيارة، اي حد منهم شايف ان الموضوع سهل جدا، افتحوا الطيران، هروح اقطع تذكرة الطيارة واركب واروح، وهو ده الموضوع. لكن ده وان دل عن شيء، دل عن نقص الوعي والثقافة عندنا، لان ببساطة في ازمة اسمها كورونا. الازمة دي عالمية، الازمة في جميع دول العالم. يعني من الاخر، في كارثة لو انت دخلت البلد وروحت بيتكم. الكارثة دي انت اول واحد مضرور منها، بيتك واولادك والناس اللي انت عايز تروح لهم باسرع وقت
دول اكتر ناس انت هتضرهم، يعني انت اكتر ناس بتحبهم اكتر ناس هتضرهم. انت بتقول ان انا صحتي كويسه، ما عنديش كورونا، ما عنديش اي مشكله، وسيبوني اسافر. يا عم انا مصدقك، بس انت عارف ان من لحظه خروجك من بيتك لغايه مطار البلد اللي انت فيها، ووجودك في المطار، ركوبك الطياره، وصولك للمطار التاني، تعاملك مع الناس اللي هناك، ركوبك عربيه تانية او تقابل حد تاني او تركب تاكسي او ايا كان، لغايه وصولك لغايه بيتك، كل المراحل دي انت معرض لك كورونا برضو، وهتوصل بيتكم وانت حامل المرض وتاذي اهل بيتك وتاذي الناس اللي بتحبها. هل هم مأخرين السفر بتاعنا مش عايزين يستقبلونا في بلدنا عندا فينا؟ الاجابه لا، لان ببساطه منظمة الصحة العالمية بتدي إرشادات وبتدي تعليمات لجميع الدول، وجميع الدول بتطبقها زي ما المنظمة بتقول. المسؤولين عندهم كارثة داخلية، وهي ازدياد أعداد المصابين كل يوم. مشكلة كورونا الرئيسية إن الناس اللي بتتصاب لو كتر عددهم أكتر من الأماكن المتاحة في المستشفى أو أكتر من الخدمات الطبية المتاحة هتبقى كارثة. هيبقى أنا وإنت مالناش مكان نتعالج فيه، مفيش علاج لكورونا. فالحل الوحيد انك تقلل عدد الاصابات عشان يبقى فيه القدره الاستيعابيه للمستشفيات تقدر تستوعب عدد المصابين. لو الاعداد المصابه بمرض كورونا كترت عن الامكانيات الطبيه المتاحه والاماكن المتاحه في المستشفيات، هنا بتبدا الكارثه. ليه هم عايزين يدخلوك في حجر صحي 14 يوم؟ ال 14 يوم دول يكون في ناس كتير جدا في مستشفيات اتعالجت، ولو في حد من الناس اتضح ان هو عنده كورونا يبتدي يخش المستشفى مكان الناس اللي خرجت. فبالتالي انت بتدي نفسك مساحة 14 يوم، اولا ان الفيروس يكون لو موجود يظهر اعراضه، او ان احنا نتأكد ان انت متعافي وما عندكش اي مشكلة. في جائحة زي كورونا في تجهيزات بتتعمل على مستوى جميع الدول العالم. التجهيزات دي كل مرحلة من مراحل المرض بيبقى ليها تجهيزات مختلفة، سواء التجهيزات دي في المطار، او تجهيزات في اماكن الاقامة، تجهيزات طبية في المستشفيات. كل دي امور بتاخد وقت. انت مش ساحر، المسؤولين مش سحرة، مش بيعملوا كده. الحاجة تتوفر. احنا مسؤولين عندنا لسه ماشيين برضو بالنظام ان انا اكتب طلب والطلب يروح للمدير، والمدير تبعته للادارة، والادارة تبعت للوزارة، والوزارة ترد عليهم. لسه الموضوع عندنا ماشي بالشكل ده. فبالتالي كل حاجة بتاخد وقت، واي مقترح بيتقدم المقترح بياخد اجراءات كتير جدا لغاية ما يتوافق عليه. يعني ببساطة لما الناس اعترضت على الاقامة بتاعت مرسى علم الليلة ب 750 جنيه، في ناس قدمت مقترحات ان يبقى الاقامة مجانية في مدن الجامعية. قرار خد له حوالي اسبوع او 10 ايام عقبال ما تطبق، لان قلنا ببساطة هما مش كده، هو الموضوع لازم يبقى ليه تجهيزات. طيب في تقصير؟ الإجابة لضيق الوقت وللضغط المعمول من كل الناس المقيمين بره، يدوبك تم تجهيز أشياء بسيطة عشان خاطر الناس ترجع. المدن الجامعية احنا كنا فيها او اولادكم كانوا فيها، وهي دي وضعها، واحنا كلنا عارفين وضعها. احنا ما كناش قادرين نتخيل ان هي بالوضع السيء ده. طيب هل المدن الجامعية نقدر نحط فيها ناس كبيرة في السن، ابويا، امي، ست حامل، اطفال؟ الاجابه لا. خلي بالك انا معاك وزيك وحاسس بيك، لكن لازم نشغل مخنا ونفهم ايه اللي بيحصل عشان نقدر نتكلم بطريقه صحيحه ومحدش يضحك علينا. ويا سيدي كمل معايا الفيديو وفي الاخر هتفهم انا اقصد ايه. طيب انا معاك، في ناس حالتها ما تستحملش ان هي تصبر. في ناس بتشتغل يوم بيوم، في ناس ما عندهاش امكانيه ان هي تصبر لان ما عندهاش دخل يكفيها ان هي تصرف على نفسها وعلى اسرها، لان الواقع دلوقتي بيقول ان احنا متعايشين مع المرض لان ما فيش علاج. والسؤال هنا بيقول هل في تقصير من المسؤولين؟ الاجابه نعم، التقصير موجود في معظم دول العالم، والتحديات اللي احنا بنعيشها دلوقتي تخلينا لازم نستحمل ونصبر على قد ما نقدر. هل في حالات ما ينفعش تصبر؟ الاجابه نعم، الناس اللي مش قادرة تصبر او تستحمل سواء في الداخل او الخارج لازم تدخل الدولة والمسؤولين، سواء من الحكومة او سواء من رجال الاعمال، لان الوقت ده هو اكتر وقت احنا محتاجين لكل رجال الاعمال، الفنانين، الممثلين، لعيبة الكورة، الرياضيين،
كل الناس اللي هي تقدر تساعد في الأزمة دي واجبهم دلوقتي ان هم يقفوا جنب الدولة وجنب البلد اللي وقفت ياما جنبهم. طيب جينا دلوقتي على اهم نقطة وهي موضوع الإقامة والطيران، ودي اللي صارت جدل كبير جدا. بالنسبة لأسعار الطيران، أسعار الطيران وصلت لأربع أضعاف الأسعار العادية في الأيام العادية. طيب خلينا نقول في الأيام اللي فيها مواسم الأسعار العادية بتبقى أسعار دبل، يعني تذكرة لو بمية بتبقى بمتين في المواسم. طيب في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، احنا بنتكلم في طيران هيجي ياخد الناس دي مخصوص وهيرجع فاضي، او هيجي فاضي ويرجع مخصوص. احنا دلوقتي بنتكلم في أزمة، ما ينفعش في عز الأزمة دي نخلي سعر التذكرة العادية يوصل لأربع وخمس أضعاف. لكن لو قلنا ان عشان خاطر الأزمة الأسعار هتبقى الدبل، ده انا اعتقد ان هو مقبول، او ان هو يكون زيادة بنسبة بسيطة عن الأسعار العادية من وجهة نظري مقبول. يبقى كان لازم تدخل الدولة والمسؤولين، وما زالت الفرصة متاحة. يعني من الآخر في فرصة لسه قدامنا، لأن في أعداد لسه بالألفات لسه ما رجعتش وكلهم منتظرين تنظيم حركة طيران. وديا حسب الناس اللي مسجلة إن هي عايزة تنزل، بيكون تنسيق ما بين القنصلية أو السفارة لمصر في الدولة ديا. نيجي على نقطة الإقامة. الإقامة ودي كانت المشكلة الكبيرة. طبعا أول ما أعلن عن إن الحجر الصحي هيكون في مدينة مرسى علم، وأول ما تم الإعلان على الأسعار، الغرفة السنجل 21,000 جنيه، والغرفة الدبل سعر الفرد في الغرفة 10,500 جنيه، وده في مدة 14 يوم، الدنيا قامت ما عادتش. ازاي انتوا عايزيننا نجيب فلوس دي منين؟ ما نقدرش، معناش. وطبعا ما كانش ينفع يطرح الحل ده كحل وحيد من غير حلول تانية، من غير مستويات تانية. الناس المتغربين فيها جميع الفئات، من اول الدكتور والعالم والمهندس لغاية العامل اليومية. في ناس كتير قوي كانت جاية تدور على شغل وما لقيتش، في ناس كانت جاية وتنصب عليها وفلوسها راحت. فما ينفعش تساوي ده بده، ما ينفعش تقول ان كل الناس تسكن في مدينتي او كل الناس تسكن في شبرا او في الزاوية الحمراء. ما ينفعش، ما ينفعش كل الناس تاكل اكل واحد، ما ينفعش كل الناس تتعامل معاملة واحدة. الناس درجات، فما ينفعش تقول ان الحجر الوحيد الصحي اللي قدامك مرسى علم. ما ينفعش. لما تيجي تقدم حل، قدم حل مناسب للجميع. الناس عندها حق بصراحة، الناس عندها حق، لان ما ينفعش تقول لهم ان العامل هيقعد في فندق 5 نجوم ويجيب ال 21,000 جنيه. ما ينفعش، هيجيبهم منين؟ بصوا، هو ما فيش اختلاف ابدا على الطيران ان كل واحد يدفع تذكرة الطيران بنفسه، لكن موضوع الحجر الصحي دون لازم بما يتناسب. زي ما طيران في درجات رجال اعمال والبيزنس كلاس وفي درجة اولى وفي سياحية، لازم يكون في درجات بالنسبة للإقامة. طيب وايه الحل؟ الحل احنا دخلنا على موقع booking.com، والموقع ده عالمي بيحجز فنادق في اي حتة في العالم، وعملنا سيرش على القاهرة اللي هي المطار الرئيسي، مطار العاصمة، وهي سنتر بالنسبة لمصر. اسعار الفنادق او اسعار الاقامات فيها، في الهرم تكلفة الفرد 43 جنيه في اليوم. اظن ده يقدر عليه العامل ويقدر عليه كل الناس، 43 جنيه في اليوم، يعني في 14 يوم ب 600 جنيه. اظن ده مبلغ يقدر عليه اي حد، سواء كان عامل او كان حد بسيط او كان حد بيدور على شغل، اي حد يقدر عليه. ولو ما قدرش عليه في اهله، ولو ما قدرش في رجال اعمال او اي حد يتبرع او الدولة تقوم بيه. ولما عملنا سيرش في حاجة اعلى شوية، لقينا فندق برضو في الهرم، بيراميدز بلازا، الفندق ب 235 جنيه. وطبعا السعر ال 235 ده لشخصين، يعني الفرد تقريبا 117 جنيه ونص، يعني في 14 يوم حوالي 1500. وده طبعا فندق 3 نجوم. من ضمن الفنادق اللي احنا شفناها زي ما انتم شايفين كده كايرو بلازا هوتل، والفندق ده في وسط القاهرة في شارع شريف. وأرى الناس ان الفندق كويس جدا وان الخدمة فيه كويسة. السعر لفردين 156 جنيه، لفردين شامل الفطور، يعني شامل الفطار وفردين، و 156 جنيه، يعني سعر الفرد 78 جنيه، وده في متناول الجميع.
وده فندق اسمه ريشموند في وسط البلد، والصور بتاعته زي ما انتم شايفين صور مقبولة كأن انت تقعد فيها وتعيش فيها. اراء الناس اراء كلها بتقول ان هي كويسة. اما بالنسبة للسعر، فالسعر للفردين 116 جنيه. طيب بالنسبة للناس اللي عايزة تقعد في فندق 5 نجوم، حقها هتدفع. دخلنا لقينا فندق ريحانة بلازا، الفندق ده في مدينة نصر يعني جنب المطار على طول. سعر الفردين في الفندق 5 نجوم اللي انتوا شايفينه ده 437 جنيه لفردين. يعني لو قسمنا 437 على الشخصين اللي هيقعدوا في الغرفة، هيطلع الفرد الواحد ب 218 جنيه. الموضوع في متناول برضو الناس المقتدرة، واظن 5 نجوم دي حاجة كويسة. يعني في خلال 14 يوم هيدفع 3000 جنيه، اكتر من 3 اضعاف. لما يكون 3000 و 10500 فرق كبير جدا، وده 5 نجوم وده 5 نجوم. بس بالعكس ده قريب جدا للمطار، لان دي مدينة نصر جنب مطار القاهرة. يقدر بعد الحجر الصحي بتاعه يقدر يتنقل بسهولة جدا، اسهل من مرسى علم. مرسى علم متطرفة وبعيدة جدا. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى صوتي يوصل للمسؤولين، وان شاء الله في اقرب فرصة كل المصريين اللي برا اللي عايزين يرجعوا بلدهم يرجعوا بسلام، وان شاء الله صورتنا تطلع في احسن صورة قدام العالم كله، ونقدر نتخطى المشكلة اللي احنا فيها. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم. بتقول اسلوبي شبه مين؟ احمد المسلماني. يا رب نكون زي احمد المسلماني، الاستاذ احمد المسلماني.